بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من خارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. سكان غزة بين نارين رصاص الجنود الإسرائيليين واعتداءات نسبت لبعض الفصائل التي تقول إنها تابعة لحماس. ونفتح خارج الصندوق حقيقة ما يحدث على الأرض ونأتي بوجهات النظر المتعددة. لدينا أيضا كابوس نتنياهو واليوم التالي للحرب، لم ينجح نتنياهو حتى اللحظة. دعوات للتفكير النقدي، ولكن أيضا هناك اتهامات بازدراء الدين. مركز تكوين يثير ضجة واسعة في مصر والمنطقة العربية تصل إلى ساحة القضاء، والأزهر يدخل على خط الأزمة. والصدر يعود من جديد ويستعد لخوض الحياة السياسية في العراق. هل تهدد هذه الخطوة هيمنة الفصائل المسلحة المدعومة من إيران؟ وهل ينجح الصدر؟ ما زالت معاناة سكان غزة هي العنوان الرئيسي كما نشاهد في كل عناوين الأخبار بمشاهد مؤلمة للغاية. ما زال القصف الإسرائيلي العنيف والذي وصل إلى مستوى غير مسبوق خلال الأيام الماضية ليعبر من جديد عن حالة الجحيم التي يعيشها سكان قطاع غزة. وحتى اللحظة بكل وضوح الجميع عاجز عن إيقاف نتنياهو عما هو سائر فيه. حتى الآراء المتعددة داخليا في إسرائيل عاجزة على اتخاذ قرار ضده. سنناقش هذا، لكن نعود إلى مسألة قطاع غزة. مع هذا المشهد الصعب للغاية للقصف الإسرائيلي بدأت تظهر وكأنها النار في الهشيم فيديوهات تم تداولها على مدى الأيام الماضية تظهر أن هناك اعتداءات من بعض العناصر الملثمة تقوم بالاعتداء على بعض المواطنين. وهنا بدأ التفسير من جهات عدة. هناك جهات أكدت أن هذه الفيديوهات لعناصر تابعة لحماس تقوم بالاعتداء على المواطنين الذين يحاولون الحصول على المواد الغذائية من المخازن الموجود بها الغذاء. هذه رواية البعض. هناك رواية أخرى لحماس، ونحن في خارج الصندوق تواصلنا مع عدد من المسؤولين في حماس، وكان الرد لديهم أن ما يحدث هو أن هناك مجموعة من العصابات تكونت تحاول السيطرة على المواد الغذائية التي هي قوت الشعب في غزة، وهم المسؤولون عن توزيعها، وبالتالي هم يحاولون التصدي لهؤلاء الذين يحاولون الاستيلاء على المواد الغذائية. هذه هي الرواية وهذه هي الرواية الأخرى حتى نكون موضوعيين في التناول، لكن هذه المشاهد التي سنشاهدها الآن جانب مما انتشر بشكل واسع على مدى الأيام الماضية. هناك من يقول أن علينا النظر لما يحدث في قطاع غزة، أن هذا الشعب الذي يعيش منذ ما يقرب من 8 أشهر تحت هذه النيران العنيفة الإسرائيلية لن يعد يستطيع أن يتحمل، وبالتالي البعض يقول أن بعض الأصوات في قطاع غزة بدأت تنادي وتوجه انتقادات لحماس نتيجة ما يحدث على الأرض وهي المعاناة الكبيرة. وللموضوعية هذا قد يكون وارد، لأن هؤلاء يعني موجودون تحت هذا القصف وهذه المعاناة الإنسانية وهذه المجاعة وهذا الوضع الغير مقبول والغير محتمل منذ أشهر. البعض يقول أن هناك محاولات لحماس لقمع تلك الأصوات وعدم ظهورها للعلن، خاصة وأنها تحمل مسؤولين بعينهم في حماس المسؤولية. نستمع. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الله عليك يا حماس، أشكيك إلى الله يا حماس، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا مشهد يبدو طبيعي من مواطن يعاني بشكل كبير في قطاع غزة، ولكن علينا أن نطرح بعض الأسئلة الحساسة والدقيقة ونحن في هذه المرحلة التي تحمل عنوان واضح، وهو كما ذكرت لحضراتكم العجز عن إيقاف كل ما يحدث في قطاع غزة من مأساة إنسانية دامية. ينضم إلينا من باريس الناشط السياسي أمجد أبو كوش. مرحبا بك أمجد معنا. كما استمعت في مقدمتي، أنا تواصلت مع المسؤولين في حماس وقالوا لي أن هذه الفيديوهات غير صحيح أنها تنسب لعناصر منهم قاموا بالاعتداء على المواطنين، ولكن هذه العناصر هي عناصر إجرامية تحاول السيطرة على المواطنين
المواد الغذائية، وبالتالي هم يتصدون لها نظرا لمشهد الفوضى في قطاع غزة. أولا يسعد مساك يا أستاذ رشا ومسا كل الإخوة المستمعين. مساء الخير. في البداية مهم أن احنا ننوه أن الجهة الوحيدة التي تحمل السلاح أو تعرف وتعلم كل من يحمل السلاح في قطاع غزة هي حركة حماس، بالتالي كل شخص يحمل سلاح داخل قطاع غزة إما من المنتمين لحركة حماس أو من تنظيمات استلمت سلاحها وسلحت أبنائها بناء على توصيات وبناء على معرفة حركة حماس. هذا الشيء يعلمه كل من يعيش في قطاع غزة، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني وهو الأهم فيما يتعلق بتبرير هذه المشاهد المخزية، المشاهد الإجرامية التي تحدث في قطاع غزة منذ أكثر من 8 أشهر، الجانب الأهم هو معرفة هل قامت حركة حماس ومن يدير شؤون قطاع غزة بتأمين الجبهة الداخلية وبإدارة الجبهة الداخلية بشكل سليم حتى لا يصل سكان قطاع غزة إلى المرحلة التي يكون فيها هناك من اللصوص وهناك من إصابات السطو على المواد الغذائية وغيرها. النقطة الأهم إن كان يجب أن يكون هناك محاسبة للصوص، هل هناك من يحاسب وزارة اقتصاد حركة حماس التي تقوم بالاستيلاء على الجزء الأكبر من المساعدات والتي تقوم بجباية الضرائب حتى هذه اللحظة في طيب. الوقت الذي يعيش شعبنا فيه الإبادة؟ دعنا لنقيم حوارا موضوعيا ومهنيا، أعبر عن الطرف الغائب في هذا الحوار. أمجد، قطاع غزة وقادة حماس يخوضون حرب شرسة مع إسرائيل، هؤلاء يقاتلون الآن تحت النيران، وبالتالي قد يخوض البعض الآن وهو يستمع إلينا، لماذا هذا الهجوم عليهم وهم تحت النيران القصف الإسرائيلي؟ أن هذا الخطاب يخدم إسرائيل بشكل كبير ولا يتعاطف معهم وهم تحت النيران القصف الإسرائيلي الآن. أولا أستاذ رشا، لمن لا يعلم، حركة حماس ليست فقط حركة تناضل ضد الاحتلال الإسرائيلي، حركة حماس هي المتحكمة بشؤون قطاع غزة منذ أكثر من 17 عام، فبالتالي كما يقع على عاتقها مسؤوليات تتعلق بمجابهة الاحتلال، يقع على عاتقها في الجانب الآخر مسؤوليات تتعلق بإدارة شؤون قطاع غزة وإدارة شؤون المواطنين في قطاع غزة. لدى حركة حماس كما لديها كتائب القسام ولديها الجناح السياسي، لديها المؤسسات الإدارية والهيئات الإدارية لقطاع غزة. يعني كل الجهات التي تتحدث عنها أمجد من الناحية الواقعية والفعلية هي في حرب، هي في نيران، هي في قصف، هي في مواجهة عنيفة مع العدو الإسرائيلي، وبالتالي من الناحية قد نتحدث أنا وأنت ونحن نجلس الآن، ولكن هؤلاء تحت القصف الإسرائيلي، وبالتالي فكرة منظومة الدولة وعمل مؤسساتها قد تكون غائبة وصعبة. وهل السؤال الأهم أستاذ رشا، هل عندما قامت وزارة الاقتصاد بالاستيلاء على الجزء الأكبر من المساعدات، وحسب كثير من التجار الذين خرجوا حتى عبر الإعلام ليتحدثوا عن قرصنة من الأموال وقرصنة من البضائع وفرض للضرائب، هل لم تكن الحرب مستمرة؟ هل لم تكن الحرب متواجدة؟ من يستطيع أن يفرض الضرائب ومن يستطيع أن يقرصن من التجار عد الأموال والبضائع يستطيع بالتالي أن يضبط الأمور باتجاه ممارسات أخلاقية تليق بتدعيم صمود شعب يعيش تحت الإبادة من طيب تحت إذا كانت هذه ممارسات أمجد، قد يقول البعض أنها ممارسات فردية من هؤلاء، البعض يقول أنه من الظلم تحملها لحركة حماس كل هذه الممارسات كفصيل باعتبار أن التجاوزات قد تكون موجودة من بعض الأفراد ولكنها لا تمس الكيان الذي يعمل الآن في وضع إنساني صعب للغاية. أنا لا أتحدث عن سلوكيات فردية، أنا أتحدث عن إحدى أهم ركائز مؤسسات حركة حماس التي تتحكم في الاقتصاد في قطاع غزة والجهة المسؤولة بالكلية عن هذا الأمر. خرجت فيديوهات تتحدث عن قرارات من وزارة الاقتصاد، لن أتحدث على الأفراد، لا أتحدث عن سلوك فردي، أتحدث عن منهجية متكاملة يعيشها أهلنا في قطاع غزة منذ أكثر ما يزيد عن 7 شهور. هذه المنهجية لم يتم وضع لها حتى اللحظة أي آلية لمحاولة معالجتها ولمحاولة تصويب مسارها حتى في اللحظات. وما يدلل على هذا الحديث، قبل أقل من شهرين خرج بيان لحركة حماس يتحدث عن هذه الانتهاكات بالمناسبة، ويتحدث عن فكرة المحاسبة لمن يقوم بهذا الاستغلال، وبالرغم من ذلك لم يتم التوقف عند هذه الممارسات وعند هذه الإشكاليات، بل استمروا فيما يفعلوا حتى أنت غير مقتنع بفكرة أن هناك فوضى عارمة الآن وبالتالي ضبط الأمور من الناحية العملية مسألة صعبة؟ أنا مقتنع أن هناك فوضى ومقتنع أن هناك صعوبات
من المفترض أن تكون موجودة في ظل وجود حرب وفي ظل إبادة، ولكن السؤال الأهم، هل من أعد لعملية 7 أكتوبر لم يكن يعلم بأن الحرب ستكون على قطاع غزة، وبالتالي أن يفكر بكيفية إدارة الحد الأدنى من الجبهة الداخلية؟ هذا هو السؤال نعود كل يوم إلى المربع رقم 1. ولكن دعني أسألك أمجد عن شيء وأرجو أن يتسع صدرك له. يقال أن هذه الأصوات التي تهاجم حماس بشكل كبير، وأنت أحد الأصوات القوية التي ظهرت خلال المرحلة الماضية لتعبر عن معاناة سكان غزة، يقال أن هذه الأصوات يتم توظيفها سياسياً من قبل بعض التيارات المعادية لحماس، بماذا ترد؟ هذا أولا أنا لم أبدأ في انتقاد سياسة حركة حماس منذ 7 أو 8 شهور، أنا أقوم بهذا الأمر منذ 10 سنوات وما يزيد، هذا من جانب. من جانب آخر، أنا ليس وحدي وليس هناك عشرات ولا مئات، هناك عشرات الآلاف ممن تم تكميم أصواتهم، إما من خلال عدم إخراج أصواتهم إلى العلن من خلال سيطرة بعض وسائل الإعلام على كل ما يخرج من قطاع غزة، أو من خلال فوهات البنادق. وهذا يدلل علي عشرات الحراكات المطلبية التي خرجت في قطاع غزة، آخرها كان حراك بدنا نعيش في 30/7/2023، والذي تم قمعه والذي تم التنكيل فيه في كل من خرج في هذا الحراك، وما قبله بعامين خرج حراك كامل في قطاع غزة وتحديدا. طيب، هناك بعض الأصوات ومنهم كان حوار خاص لنا على شاشة العربية في محل نقاش، قال لي أحد الضيوف: من قال لك أن أهل غزة منزعجين مما يحدث لهم؟ سأرسل لك الفيديوهات التي تقول أن هذا الشعب باسل ويساند حماس ويساند المقاومة ويريد أن يحافظ على أرضه مهما كانت الفاتورة أو الثمن. بماذا ترد؟ لا أعلم من هو هذا الضيف، بس بكل تأكيد هذا الضيف لا يتواجد في قطاع غزة ولا توجد عائلته في قطاع غزة، هذا من حيث المبدأ بدون ما بعرف اسمه. اللي بده يعرف موقف الصمود في قطاع غزة لا يجب أن يستمع لمن يعيش في منازلهم ولا لمن يعيش في الفنادق، عليها أن يستمع ل1,300,000 إنسان يعيش في الخيام، وال2 مليون إنسان يعيش تحت القصف الإسرائيلي منذ أكثر من 7 شهور. هؤلاء من يؤخذ منهم الموقف، وإن أراد أحد أن يأخذ منهم الموقف ليستمع إلى ما يكتبوه عبر السوشيال ميديا وإلى ما يتناولوه من فيديوهات وما يقولوه في الشوارع. أعتقد الأمر أصبح واضح وأصبح خارج نطاق قدرة حتى بعض وسائل الإعلام عن إخفائه، لأن حجم الألم اللي تم على مدار 7 شهور أصبح أعلى من أي شيء آخر. صحيح، الألم هو العنوان الرئيسي. أشكرك الناشط السياسي أمجد أبو كوش، شكرا لمشاركتك معنا في خارج الصندوق. أنا بعيط الشباب، إحنا بنخافش من الموت في غزة، بس اللي بيصير بأطفالنا هذا ظلم، اللي بيصير بنشواننا ظلم، والله عيب، والله عيب، والله ربنا لا يسألكوا علينا، والله ماشي بأمان الله، الناس بتطير في الجو قاعدة. بقول لك والله ما نعرف كيف نجيت من الموت، كيف أنا نجيت من الموت لحد أنا مش عارف، الضربة بعيدة عن 20 متر. إحنا مش خايفين من الاحتلال ولا من الموت ولا من الشهادة، بس الأطفال، أطفال بتطير في الجو. بقول لك العنوان الذي كان يتم تحاشي التركيز عليه اليوم التالي من الحرب في قطاع غزة، كانت دوما هناك عناصر فلسطينية أو مواقف فلسطينية حساسة من طرح هذا الأمر، كانت تقول أن الأولوية لابد أن تكون دائما لوقف إطلاق النار. ولكن هذا السؤال المحوري لم ينجح نتنياهو في الاختبار الخاص به. هناك مشكلة كبيرة تواجه طريقة التفكير الإسرائيلية في اليوم التالي في غزة، ويبدو أن نتنياهو تراجع. أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تحول ما في الموقف المعلن والشروط الخاصة بالقضاء على حماس أولا، قبل الحديث عن أي مصير خاص بالقطاع وكيفية إدارته. ولكن هذا يبدو أنه نوع من التخطيط أو المحاولة للقبض على المشهد الصعب. هم أساسا لا يمتلكون رؤية لكيفية التعامل مع اليوم التالي في غزة، وبالتالي جاء التعليق بأن المواجهة لحماس ستتصدر المشهد. التسريبات المتعلقة بخطة إسرائيل لهذا الأمر تكشف أن الخطة كانت تقوم على سيطرة أمنية كبيرة لقطاع غزة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى سنة، في حين أنهم كانوا يقولون أنهم لا يريدون احتلال قطاع غزة. هذه الرواية التي لا يصدقها أحد.
تتضمن الخطة أيضا تقديم الخدمات اللوجستية لسكان القطاع من قبل بعض الشركات الخاصة، وهنا الخاصة أيضا علامة استفهام. هناك محاولة من نتنياهو للتعامل مع هذا الموقف، لكن العنوان الرئيسي المتصدر كما ذكرت لحضراتكم هو أنه لم ينجح في هذا الاختبار. الأصوات داخل حكومته وداخل مجتمعه تواجهه وبعنف. دخل في مشادة مع رئيس استخبارات الإسرائيلية لأنه قال له كنت أتحدث عن اليوم التالي مع يوف جالانت، ويوف جالانت له تصور في مسألة اليوم التالي، هو يريد أن تكون هناك وجود أو يكون هناك وجود للسلطة الفلسطينية، في حين أن نتنياهو يرفض هذا الأمر نتيجة ضغوط اليمين الإسرائيلي عليه. هناك استقالة أيضا حدثت خلال الساعات الماضية لأحد المسؤولين عن السياسة الأمنية والتخطيط الاستراتيجي في مجلس الحرب، وهو مؤشر جديد على وجود خلافات مع نتنياهو، لأنه قال بشكل واضح أن ليست هناك خطة واضحة، وأن ما يعرض علينا نتنياهو على مدى فترة طويلة لا يقدم إجابات، وهذا يطرح من جديد الهدف السياسي للعملية العسكرية التي يقوم بها نتنياهو في قطاع غزة. ينضم إلينا للحديث حول هذا الملف من القدس المحلل السياسي إيلي نيسان. مرحبا بك سيد إيلي. بشكل واضح حتى الآن لم يجيب نتنياهو على السؤال الكبير المطروح، ما هو الهدف من هذه العمليات السياسية في قطاع غزة؟ هو حتى اللحظة عاجز وفاشل عن وضع خطة حقيقية لليوم التالي. إذن هناك عدة أهداف للعملية في قطاع غزة. أولا هناك كان القضاء على بعض الفرق التي تمت في رفح، والعناصر الذين هربوا من الشمال ومن المركز في قطاع غزة إلى منطقة رفح. طبعا هناك رغبة للوصول إلى المخطوفين في قطاع غزة، وكما قيل أن ربما يحيى سنوار والمخطوفين لم يجدوا في المخطوفين يموتون نتيجة القصف الإسرائيلي، وحضرتك تابعت آخر رهينة التي توفي. أكمل الجملة، وقيل أن المخطوفين ويحيى سنوار ربما لم يجدوا في رفح، وإنما هناك يختبئون في أحد الأنفاق في خان يونس مع العديد من المخطوفين. أليس هذا فشل استخباراتي إسرائيلي جديد؟ عاجزون عن كل شيء، لا إحراز نصر عسكري على الأرض ولا الوصول بمعلوماتكم واستخباراتكم إلى أماكن قادة حماس. سيدتي أعطيني فرصة لأكمل على الأقل جملة واحدة. أنا أريد أن أكمل الجملة ولكن أنت لا تسمحي لي. تفضل. ثانيا هناك ضغوط من قبل الحكومة بشكل خاص من قبل بن غفير وسموتريتش، اللذان مارسا الضغوط على نتنياهو باجتياح رفح، مهددين بأنه في عدم اجتياح رفح ربما سينسحبون من الحكومة، ولذلك هذه الأمور دفعت نتنياهو إلى اجتياح رفح. طبعا لأنه يستمع إلى بن غفير وسموتريتش ومصالحه السياسية الخاصة، أم يجب عليه أن يفكر في أمن إسرائيل؟ أعتقد أن السؤال ما يجب أن يطرح. هذه السياسة المتبعة اليوم في إسرائيل، لأن الرغبة هي القضاء على ما تبقى من الفرق لحركة حماس، ورأينا أي تبقى؟ أنتم تعودون للشمال مرة أخرى وتقومون بقصف لأنه تواجدت عناصر جديدة بعد أن قلتم أنه تم تطهير الشمال والوسط. سيدتي المحترمة أعطيني فرصة لأكمل على الأقل جملة. هذا نقاش، هذا نقاش، ولكن أنت تريد فقط أن تسألي، لا تنتظري، لا أنا أرد على سؤالك على جملة. تفضل واحد. تفضل. إذن بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من جباليا ومن حي زيتون، حاولت حركة حماس استعادة قواتها واستعادة دفة الأمور في هذه الأماكن، وعليه اليوم عادت القوات الإسرائيلية إلى جباليا وإلى حي زيتون، وتواصل العملية العسكرية في الحي أو في الجزء الشرقي من مدينة رفح، بحيث لا تتم إمكانية كما رأينا هذا اليوم مواصلة إطلاق الصواريخ على مدينة سديروت،
وعلى كل التجمعات السكانية. أنا عايزة أسمع من حضرتك كمحلل، بماذا تقيم هذه المواقف؟ أليست خيبة إسرائيلية منقطعة النظير كما يقول الكثيرون؟ حتى حلفائكم الأمريكان، كانت هناك تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي بلينكين ينتقد ما تقوم به إسرائيل من عمليات عسكرية ويقول أنها لن تأتي بأي شيء، والدليل التجربة في شمال غزة. الناس تتساءل. هذا هو موقف بلينكين، ولكن المصالح الإسرائيلية لا تتطبق دائما مع المصالح الأمريكية لأمريكا وللمتحدة. هناك مصالح في شرق الأوسط مع الدول العربية، وهي تستمع على سبيل المثال ما تقوله مصر لما تقوله دولة الإمارات، ولكن لإسرائيل هناك مصالح أخرى، ومن مسؤول عن الدفاع عن مواطني دولة إسرائيل هي ليست فقط الولايات المتحدة. صحيح أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل في المنابر الدولية في العالم في الأمم المتحدة، وتقوم بمساعدة إسرائيل بتزويد إسرائيل بالذخيرة، وأنا قلت تزويد إسرائيل في الذخيرة لأن الولايات المتحدة حتى اليوم منعت من إسرائيل تطوير القدرة لتزود الذخيرة لنفسها. لماذا؟ لأن عندما الولايات المتحدة وافقت على رصد أموال من أكثر من مليون ملايين الدولارات مليارات الدولارات، تقول أنكم عليكم أن تشتروا الذخيرة من الولايات المتحدة ولا تقوموا بتصنيع هذه الذخيرة. ولذلك اليوم الولايات المتحدة تشترط على إسرائيل، إذا أنتم تجتاحون قطاع غزة وإسرائيل لا تريد استهداف مواطنين أبرياء ومن كما لا يبدو الخلاف الإسرائيلي الأمريكي أصبح كبيرا، يعني أنتم تشتكون أن أمريكا لم تعطي لكم تكنولوجيا تصنيع الأسلحة. طيب لنذهب إلى نقطة أساسية، تقول لي أن الولايات المتحدة تقول وأن الأطراف العربية تقول، في الحقيقة إسرائيل لا تستمع إلى الولايات المتحدة. هناك من يحلل بشكل عميق أن بايدن يحاول إنقاذكم مما تفعلون بأنفسكم، مما يفعله نتنياهو من إغراق لإسرائيل. هناك أطراف عربية حاولتم الزج باسمها وكان لها موقف واضح وصارم، لن نتدخل في إدارة قطاع غزة تحت أي مسمى من المسميات، وما يحاوله نتنياهو غير مقبول لأنه يحاول أن يفرض شرعيته على هذا القطاع، وهذا غير مقبول بالنسبة للعرب. أرجو أن هذا هو غير صحيح ما تقولين، مع الأسف هو غير صحيح. أولا إسرائيل لا تريد مواصلة السيطرة من الناحية الإدارية على قطاع غزة، لأن أولا إذا إسرائيل تريد السيطرة فعلا هي عليها أن تحكم بواسطة الحكم العسكري في قطاع غزة، وهذا الأمر يشكل عبء اقتصادي ومالي على الخزانة في إسرائيل. ولذلك إسرائيل أولا تحاول إيجاد بديل ملائم. حاول نتنياهو فكر بأن الدول العربية ربما تأتي، العديد من الدول العربية المعتدلة تأتي إلى قطاع غزة لتدير دفة الأمور حتى إيجاد بديل آخر ربما من العشائر المحلية، ولكن سمعنا من دولة الإمارات على سبيل ومن أعطى له الحق في ذلك؟ من أعطى له الحق في أن يقرر ما الذي يجب أن تفعله الدول العربية وما الذي يجب أن لا تفعله؟ اسمعي سيدتي، نتنياهو لن يرغم أحد من الدول العربية. إذا كانت دولة الإمارات كما سمعنا من وزير الخارجية الإماراتي أنه وجه تنديد واستهجان لنتنياهو، نتنياهو لن يرغم أحد ولم هو لا يستطيع أن يرغم أحد. العبارة الأدق هو لا يستطيع أن يرغم أحد، لا يستطيع أن يرغم أحد. العبارة واضحة. إذا كان يعيش في بعض الخيالات من وجهة نظر تحليلات عديدة لما يمكن أن يكون موجود، هو نسف كل شيء بما يفعله في قطاع غزة، وبالتالي لن يساند نتنياهو أحد. إذا أكملنا الحديث، هناك خلاف بين الأركان الجيش في إسرائيل وربما رئيس أركان وبين المستوى السياسي برئاسة نتنياهو، بحيث الأركان في إسرائيل يطالب من نتنياهو إيجاد بديل، ومن هنا ربما تم إقالة أو استقالة تقديم الاستقالة من أحد الذين كانوا شاركوا الموظفين في المجلس القومي في إسرائيل وهو اسمه يوسي حامو بهذا الموضوع، لأن لم يكون نقاش مبلور
حول ما يحدث بعد حركة حماس. نعم، ليس لديه إجابة واضحة، وبالتالي هو فشل ولم ينجح في هذا الاختبار أيضا حتى اللحظة. المحلل السياسي إيلي نيسان من القدس، شكرا لك. أهلا. بين دعوات للتفكير النقدي واتهامات بازدراء الدين، مركز تكوين يثير ضجة واسعة في مصر والمنطقة العربية. بدأت الأزمة منذ نشر الصورة الأولية لما أطلق عليه مركز تكوين في مصر لنشر الفكر النقدي، لتشجيع الفكر النقدي للتعامل مع العديد من القضايا الدينية والفكرية. منذ نشر الصورة الأولى لأعضائه أثار الجدل بشكل كبير، وبدأ الهجوم المتبادل. نحن نعود إلى قضية قديمة للغاية، وهي قضية حساسة طوال الوقت وشائكة أيضا. التطرق لمسألة الأمور الدينية عادة ما تصيب كل المجتمعات بحساسية شديدة. صحيح أن هناك العديد والعديد من الموضوعات في تراثنا الديني والفكري تحتاج إلى نقاش، تحتاج إلى معالجة مختلفة تتناسب مع تطورات العصر الذي نعيشه، لأنه دائما ما يقال أن أي فكر يجب أن يكون وليد عصره. لكن السؤال دائما، كيف يمكن أن يتم ذلك؟ هذا هو السؤال الصعب، لأننا أمام ما يمكن تشبيهه بعملية جراحية يجب أن يقوم بها جراح مخ وأعصاب محترف للغاية، لأن هذه المعالجة تحتاج إلى حساسية ما في التعامل، لأن الدين قضية حساسة بالنسبة للمجتمعات العربية والإسلامية. المهم أن مؤسسو تكوين أصبحوا في مرمى الهجوم بشكل كبير، هناك ردود فعل غاضبة في الشارع المصري، ووصل صداها أيضا إلى عدد من الدول العربية. هذا الجدل حول المركز ينتشر بشكل كبير، رغم أن العديد من مؤسسي المركز أشاروا بشكل واضح أن الاتهامات الموجهة إليهم هي اتهامات غير صحيحة، وأنه لا يجب أن يكون هناك إنكار لفكرة حرية التعبير والتناول الموضوعي للموروث الديني. والبعض قال، وخاصة مثلا فاطمة نعوت الكاتبة وهي عضوة أيضا في هذا المركز، قالت أنه تم الهجوم على شيء لم يستمع إليه أحد، يعني لم يستمع أحد إلى هؤلاء ليعرف كيف يفكرون وماذا يريدون. لكن هناك تاريخ سابق بعدد أو لاحق سابق بشكل أو ملتصق بشكل كبير بعدد من رموز هذا التيار أو هذا المركز، مركز تكوين، ربما أثار حفيظة الكثيرين في كيفية التعامل مع موضوع الموروث الدين. الموضوع وصل إلى حد إقامة أو تقديم بلاغ للنائب العام المصري لإيقاف هذا المركز والتحقيق مع مؤسسي. ينضم إلينا المحامي المصري الذي قام برفع أو طلب هذا التحقيق من النائب العام، البلاغ الذي قدم للنائب العام من المحامي بالنقد الأستاذ عمرو عبد السلام. مرحبا بك أستاذ عمرو، لماذا تقدمت بهذا البلاغ، خاصة وأن البعض يقول أن هذا نوع من يعني السيطرة على حرية التعبير وحرية الفكر، والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول أفلا تفكرون، أفلا تتذكرون، أفلا تعقلون، دعوة للتفكير. تمام، أهلا بك يا فندم، تحياتي لحضرتك والجميع المتابعين. تحياتي. طبعا إحنا لما تقدمنا ببلاغ لمعالي المستشار النائب العام المصري، ده كان بسبب أن القائمين على هذا المركز لديهم سوابق جنائية في تهم ازدراء الأديان، سواء كان إبراهيم عيسى أو فاطمة نعوت أو إسلام البحيري أو يوسف زيدان حتى. الرموز القائمة على مركز تكوين عكفوا منذ سنوات على الطعن في الثوابت الدينية الثابتة والمستقرة منذ 1400 سنة ويمكن أكتر، عكفوا على الطعن في مصادر علم الحديث والطعن في السنة النبوية، وسبق وتم إحالتهم أو تم إحالة فاطمة نعوت وإسلام البحيري إلى
القضاء المصري والذي أدانهم بمقتضى أحكام جنائية نهائية بتة وحكم عليهم بالسجن. إسلام البحيري اتحكم عليه في قضيتين. طيب ألا ترى أستاذ عمرو أن هذا من وجهة نظر البعض هو اعتداء صارخ على حرية التعبير ونوع من فرض الوصاية على المجتمع؟ لأن هؤلاء يقولون، وأنا أعبر عن وجهة نظرهم بما أنهم ليسوا معنا الآن، يقولون أنه يعني ما الذي يمنع من فتح الموروث التاريخي ومحاولة طرح أفكار ونقاش حوله؟ لماذا يصل الأمر إلى حد يعني التكفير وإلى حد الخطيئة وإلى حد العقوبة بالسجن؟ بص يا فندم، محدش ضد حرية التعبير، محدش كفرهم، محدش حجر على رأيهم، ولكن لكل حرية بيبقى ليها حد معين ما ينفعش أن الإنسان يتجاوزه. في مؤسسة دينية اسمها الأزهر الشريف، مش على مستوى مصر بس، ده على مستوى العالم أجمع، هي المنوط بها تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة أو تنقية التراث كما يزعمون، لأن بيستندوا في أعمالهم إلى مصادر علمية صحيحة. أما ما نشاهده من بعض الرموز الذي تدعي التنوير والتجديد، هم مش من وظيفتهم إن هم يتناقشوا أو يتحدثوا عن أمور دينية شائكة. طيب أنا ذكرت لحضرتك الآيات الكريمة في القرآن الكريم، يعني حينما يقول المولى عز وجل في كتابه الحكيم: أفلا تفكرون أفلا تتدبرون، ألا تعتقد أن هذه دعوة ربما لحضرتك شخصيا للتفكر والتعقل في الدين، وأن هذا الأمر لا يجب أن يكون حكرا على العلماء والفقهاء من وجهة نظر البعض؟ أنا فقط أطرح عليك الأمر. يا فندم، احنا قلنا ان امور الدين ليها اهل الفقه هم اللي يتحدثوا فيها. انا ما ينفعش ان يجي واحد دكتور يكلمني في الهندسة، التخصص مطلوب، خاصة ان احنا بنص الدستور المصري مؤسسة الازهر الشريف هي المنوط بيها تصحيح المفاهيم الدينية والتحدث في امور الدين. ولكن يعني مع كامل الاحترام لهذه المؤسسة العريقة، وأنا شخصيا أكن احتراما بالغا وتقديرا كبيرا لجهود هذه المؤسسة في الإصلاح ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ولكن هناك من يقول أن الأزهر أيضا لم يشهد صحوة تنويرية حقيقية منذ محمد عبده. هو أنا للأسف الشديد محدش بيشتكي إن في مفاهيم دينية عايزة تتصحح إلا هؤلاء الأشخاص، وده من وحي خيالهم، ملوش أساس ثابت على أرض الواقع. هم بقالهم سنين بيشككوا وبيمدوا الناس بمعلومات ومفاهيم خاطئة دون مصدر علمي ودون مصدر موثوق فيه. طب ابقى معي أستاذ عمرو عبد السلام، لينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ حمدي رزق. وأستاذ حمدي رزق الحقيقة على مدار الساعات الماضية تصدر مقاله بشكل كبير، وهو مقال عاقل ومتزن فيما يتعلق بالتناول مع هذا الموضوع أو في تناول هذا الموضوع تحت عنوان فتنة تكوين. مرحبا بك يا أستاذ حمدي. أهلا بك يا أستاذ رشا، أهلا بك. يعني أنا أشرت للمقال حضرتك تحدثت فيه، ويمكن أن تضع عناوين أو ملخص لهذا المقال الذي يحاول التصدي لحالة الفوضى وما أسميته حضرتك الفتنة. الخطير في هذه الفتنة دخول ألسنة متعددة بعمد أو بغير عمد، بحسن نية أو بسوء نية، على خط التكوين. مشكلة التكوين أنه كيان لم تتضح معالمه بعد، لم تتضح رؤاه بعد، لم يتم النظر في طروحاته بعد. ده جنين يولد في ظرف صعب جدا. أنا سميته فتنة. فتنة ليه؟ لأن المجتمع بيفتن بمثل هذه التكوينات. هذه التكوين لما طلع فوجئنا بموجة من التكفير خطيرة جدا 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 جدا، وكأننا عدنا مرة أخرى لنهايات القرن الماضي عندما كان التكفير على المشاع،
عندما تم تكفير نجيب محفوظ وتم تكفير فرج فودة وتم تكفير نصر أبو زيد وما إلى ذلك، دخلنا في موجة عاتية يعني كأن احنا قدام هبوب الرياح لا نرى كفونا في هذا الأمر. وعشان كده دايما بقول نهدى شوية، نتعقل شوية، ونقف عند النقاط الأساسية: التكوين والمجموعة اللي بتتكلم في التكوين أو مشكلة تكوين. يا سيدي من حقها تقول رأيها، وأنت أيضا من حقك أن تقول رأيك، ونحكم العقل بمعنى الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة. طيب أستاذ عمرو كان يقول لك وهو مقدم البلاغ للنائب العام بشأن هذا الأمر أن الرموز التي شكلت هذا المركز مركز تكوين هي رموز معروف مواقفها السابقة في ما أسماه هو التعدي على الثوابت الدينية، وبالتالي هم لهم تاريخ سابق في الذاكرة، حكم على هذا المركز من قبل أن يستمعوا لأنهم يعرفون كيف يفكر هؤلاء. أنا مش هخش في مجادلة مع مقدم البلاغ، لأن أولا تقديم البلاغات حق مطلق لكل واحد يقدم بلاغ كما يريد، وخاصة إذا كان صاحب مصلحة. أنا ما أعرفش الأستاذ عمرو إيه مصلحته في ده، لكن في النهاية ده حقه، وفي النهاية النائب العام بيقيم الأمر وعنده مكتب فني بيبحث البلاغ ويرى جدية البلاغ. لكن أنت بتقدم بلاغ على أساس إيه؟ هو التكوين، هو متخيلين التكوين ده مركز موجود وعلى أرض الواقع و و و عشان أقدم أقول إغلاقه مثلا، هتغلق إيه؟ هتغلق تكوين في الفضاء الإلكتروني؟ ما أنا مش عايز أنا عايز أعرف يعني هتصادر مركز لم يقل فيه كلمة واحدة حتى هذه اللحظة، ولا هتحاسبه بالسوابق؟ ما السوابق إيه؟ ما كل الناس عندها سوابق. في بعض الناس اللي بتهاجم تكوين، أنا بقى دافعش عن تكوين، أنا بقى بقول يعني نهدى شوية بس نعرف هم عايزين إيه. طيب أنا يعني كنت أقول ولا أعلم إذا كنت ستشاركني الرأي أم لا، أن التصدي لمسألة القضايا الدينية والموروث الديني هي عملية حساسة وصعبة للغاية، ويجب أن تتم بميزان حساس ودقيق لأهمية الأديان بالنسبة للمجتمع. هناك من يقول أشكرك. هناك من يقول إذا كان هناك نوع من التطرف الديني والرفض لفكرة الإصلاح بشكل عام، إلا أنه في المقابل أيضا ممارسات التيار المدني تبدو أيضا خارج حدود يعني ما يجب أن يكون. ما هو المشكلة كلها في الإكستريم، إن إحنا أمام طرفين كلاهما يشد الحبل ناحيته. يعني المشكلة في إيه؟ إن دول في أقصى الطرف هذا وهدول في أقصى الطرف هذا. صحيح. شوفي المجموعة اللي طالعه تهاجم تكوين لا تقل في الإكستريم أو في الناحية الأخرى عن تكوين، لها نفس الأفكار المتشددة. يعني النهاردة لو شفتي اللي عاملين الفيديوهات كلهم يعني تقريبا كلهم عليهم علامات تشدد وتطرف، وهم دول اللي بيكفروا الآخرين بحجة إن دولات متطرفين ومشككين و و و. إحنا أمام إحنا كمجموع معتدل ومجموع وسطي محيرين بين طرفي نقيض، الاثنين على طرفي نقيض، الاثنين فيهم مشاكل كبيرة جدا جدا. صحيح. وبعدين الأخطر بقى في الأمر الزج بالأزهر. ما للأزهر بهذا الأمر؟ والزج بالإمام الطيب ويدخلوا معركة لن نخرج فيها إلا بتمزيق السياق باعتبار أنه يمثل الوسطية في المنطقة ويجب أن يتصدى باعتباره المؤسسة الدينية. هو إيه المطلوب من شيخ الأزهر دلوقتي؟ يعني إيه المطلوب من شيخ الأزهر؟ يعني إيه المطلوب من الأزهر وشيخه دلوقتي؟ المطلوب من الأزهر وشيخه أنه يحاربوا طواحين الهوى. هو فين اللي قالوا تكوين؟ فين اللي قالوا؟ فين الطرح بتاع تكوين؟ السوابق كما ذكرت حضرتك فيه. يعني يقال ما كان يطرحه يعني رموز هذا الطيب. انت تحاسبهم بالسوابق، هم تحاسبوا بالسوابق كويس قوي. واعتقد الاستاذ اسلام بحيري دخل السجن وكان عنده حكم بالسجن. استاذ ابراهيم عيسى لما تحدث عن الاسراء والمعراج انا شخصيا واخرين تصدوا لهذا الامر، ويعني اللي انا اقصده حتى في السوابق تم التعامل معهم على المستوى الفكري. لا هو ايه المطلوب؟ انت ليه بتطلق موضوع الالحاد؟ ليه بتطلق موضوع التكفير؟ ليه بتقول عليهم ملاحده؟ طيب ازاي أنا ازاي انت سيكون لنا في مشكله كبيره. طيب ستكون لنا لقاءات قريبه ان شاء الله. استاذ حمدي رزق الكاتب الصحفي من القاهره تحياتي، واعود الى السيد عمرو عبد السلام لاسمع تعليق اخير منه على ما قاله الاستاذ حمدي رزق. طبعا يعني احنا ردا على الأستاذ اللي ضيف حضرتك
ان كل اللي بيعترضوا من اصحاب الفكر المتشدد هذا الكلام غير صحيح. ما اعترض على هذا المركز الا جموع الشعب المصري من الطبقات العادية ذو الفكر المعتدل، لأن زي ما قلنا أن كان في سوابق قبل كده لهؤلاء الرموز. يقول لحضرتك حسبه يعني تمت محاسبتهم على السوابق، لماذا الحكم على النوايا؟ ربما تغيروا، ربما سترحون. ما هو مش نوايا، هو مش نوايا، ولكن ما يظهر منهم. حتى كان في جلسة استضافة إسلام البحيري مع الأستاذ عمرو أديب امبارح، يعني كانت بداية القصيدة كفر في أنه هو طلع برضو أدلى بمعلومات مغلوطة. شفت التعبير اللي حضرتك استخدمته؟ كفر. وأنكر كفر. وأنكر السنة هذه النبوية. هي المعضلة الكبيرة. وأنكر كفر. السنة النبوية على الوضوء. التكفير، وهذا ما اعتبره أستاذ حمدي، ممكن أن يكون فتنة كبيرة. أنا أشكرك أستاذ عمرو عبد السلام المحامي بالنقد من القاهرة. الصدر يعود إلى الحياة السياسية من جديد بمشروع سياسي جديد. الجميع كان يتابع هذا المشروع الذي تقدم فيه التيار الذي كان يمثله الصدر في الانتخابات الماضية، نجح في إحراز عدد كبير من المقاعد ووصفت بالأكثرية، لكنها لم تحقق له الأغلبية المطلوبة، وبالتالي دخل في الدوامة السياسية المستمرة في العراق، وهي مسألة المحاصصة الخاصة بتوزيع المناصب وتوزيع المقاعد وتوزيع العملية السياسية. الصدر يقول أنه سيعود إلى الحياة السياسية، ستكون هناك خطوة جديدة تتعلق بالتفكير بمشروع سياسي يسعى لتحقيق الأغلبية في البرلمان، وبالتالي مواجهة التيار القائم الآن والذي أعاق من وجهة نظر التيار الصدري تحقيق نتائج الانتخابات الماضية. دعونا ينضم إلينا في مناقشة هذا الملف، ينضم إلينا من العراق من بغداد رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية دكتور مناف الموسوي. مرحبا بك دكتور مناف. هل تعتقد حضرتك أن أنتم في التيار الصدري هذه المرة قادرون على فرض معادلة سياسية جديدة؟ استرشا، في البدء دعيني أحييك وأحيي جميع متابعي ومشاهدي قناة العربية. يعني اليوم أعتقد أن يعني أصبح العنوان الجديد للتيار هو التيار الوطني الشيعي، إنما يعني استبدل السيد الصدر، وربما يعني أحد الخطوات التي قام بها السيد الصدر بعد المقابلة التي أجراها مع السيد السيستاني، وكانت الإشارات واضحة يعني بأن السيد الصدر بدأ يخرج من يعني العزلة السياسية التي كان يمارسها والتي ابتعد بها بشكل كبير عن أي خوض في أي من الإجراءات، ما عدا الإجراءات. وما الذي دفعه إلى العودة؟ هل هناك مؤشرات على الأرض دفعته للتفاؤل وأنه قادر على العودة لتغيير هذه المعادلة السياسية التي لم تستطع الأكثرية التي حققتموها في الانتخابات الماضية أن تكسرها؟ يعني هو اليوم العودة، يعني الحراك لحد هذه اللحظة لا يعني بشكل مباشر هو ربما العودة إلى المشاركة في الانتخابات القادمة. وبالتالي يعني أنا أتفق ربما معك بأن السيد الصدر قد يأتي يعني بمشروع يعني مشروع جديد من الممكن أن ينفذ من خلاله مشروع الإصلاحي، والذي بسببه غادر العملية السياسية وانسحبت الكتلة الصدرية الفائزة الأولى من البرلمان، حينما شعرت يعني أن البعض أو حينما كان هنالك ضغطا داخليا وخارجيا على التيار الصدري أن يكون شريكا في يعني في آلية يرفضها السيد مقتدى الصدر، وتحدث عنها بشكل واضح وقال لن أشترك مرة ثانية في خلطة العطار، وهي البقاء على المحاصصة ومشاركة جميع القوى السياسية يعني الفائزة بالانتخابات سواء كان في الحكومة أو حتى في البرلمان، وبالتالي يعني إبقاء الآلية الديمقراطية ضعيفة يعني غير قادرة على النضج بسبب عدم وجود معارضة حقيقية، وهذا ما كان يسعى إليه السيد
المقتدى صدر في محاولة لتنظيم. هل هي مسألة المعارضة فقط أم أن أيضا هناك تحكم في القرار السياسي من بعض الأطراف الإقليمية الذي أعاق مسألة المسار الديمقراطي في العراق؟ هذا سؤال مطروح. لرشا أنا قلت أن يعني عدم مقدرة نجاح مشروع التيار الصدري أو المشروع الإصلاحي كان بسبب قضيتين رئيسيتين قام بها السيد الصدر. القضية الأولى هي إصدار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، والقضية الثانية والشعار الذي رفعه السيد الصدر وتمسك به إلى يعني إلى النهاية وإلى حد هذه اللحظة، وهو لا شرقية ولا غربية حينما رفض التدخلات الخارجية في عملية صنع القرار العراقي، وكان يريد أو كان يعمل على الذهاب إلى إنتاج قرار عراقي خالص بدون يعني الضغوطات الخارجية، وهذا ربما ما لم تسمح به كما تفضلتي. يعني القوى اليوم المسيطرة في العراق والتي لها يعني حضور ولديها ضغط واضح ولديها أيضا تدخل واضح في عملية صناعة القرار العراقي، وبالتأكيد يعني الجهتين الرئيسيتين في هذا الموضوع هي إيران وأمريكا، وبالتالي يعني لم تقبل هذه الجهتين بمشروع السيد صدر وقامت بما قامت به وحاولت إفشال حكومة الأغلبية ومشروع التيار الصدري. أقول اليوم أن السيد صدر يعود إلى القواعد الشعبية، وبالتالي يعني كأنما العودة هذه هي عودة لإعادة تنظيم يعني أولا التيار الجديد وهو التيار الوطني الشيعي، والذي قدم فيه السيد مقتدى الصدر الوطنية على الشيعية، وتعلمين في اللغة يوجد باب واضح وكبير اسمه التقديم والتأخير، والتقديم يعني اليوم أن السيد الصدر يريد عملية الانتقال بشكل واضح من الفضاء المكوناتي إلى الفضاء الوطني يعني مستفيدا اليوم. طيب هل يتحالف الصدر مع الأغلبية الصامتة والقواعد الشعبية والتي رأت في انسحاب التيار الصدري خللا كبيرا في العملية السياسية وفي العمل السياسي في العراق؟ عفوا الوقت انتهى، لكن كنت أسأل، هناك بعض الترجيحات أن يتحالف سياسيا الصدر مع رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، ما مدى دقة هذه المعلومات؟ يعني كان رد السيد الصدر اليوم واضحا حينما طالب من الحاضرين يعني بالهتاف ضد امريكا، وقال اسم يعني اجعلوا صوتكم يصل الى الذين يتحاورون مع امريكا، في اشاره واضحه الى ان السيد الصدر ما زال متمسكا بمبادئه، ما زال متمسكا بمشروعه، وبالتالي يرفض اي تدخلات خارجيه في عمليه صناعه القرار. نعم. لحد هذه اللحظة أقول أن السيد مقتدى الصدر لم يحدد هل سيشارك في الانتخابات القادمة أم لم يشارك. نعم أشكرك، هذا سؤال ينتظره جميع دكتور. أيضا لم يحدد عن عملية الوقت. وصلنا لختام خارج الصندوق، إلى اللقاء.